على هذا الشيء، الفيلم جدا على الفيلم هذا او المسلسل هذا. لكن انه تقعد تسبوا انه تتكلموا وتقولوا الحكومه متداخله وكذا، طبعا مستحيل، لانه يمنيين مزوجين على سعوديات، سعوديين مزوجين على يمنيات، مستحيل. اليمن والسعوديه واحد، خذوا نجران مع اليمن واحد والسعوديه واحد، كيف بيعملوا الخبر هذا بعقلكم؟ انتم مالكم يعني؟ اللي يشتين يفعل شيء بيبين لكم كذا، والله شوفونا فعلت شيء، طبعا بيفعل لكم من تحت تحت. فلا لاحظوا، ركزوا 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 كيف تسووا، وركزوا كيف حقكم الاشياء. اما ايش تعرف العتيبي؟ والله العتيبي الله يهديه، كمان كل ما طفش مسكينه جاي يحك عاله، قام يهمي فوق الناس. مساكين الله، شاف بنات اليمن مساكين الله، حق مطبخ وطبخ ونفخ، ويسمعوا كلام زواجهم، حالهم حال نفسهم، يصلحوا نفسهم. قام حق ما لاقاش اي حاجه يسوي، حق عاله جلس يهدر عليهم بالمسلسل. مسكين شكله حد من اليمنيين، ايش سويتوا؟ قولوا لي كمان يعرفكم ابو يم يم، حد منكم سواها دق مفلفله؟ قولوا لي رجال حامي عليكم، ايش في؟ والله حملني انا، يعني قلت يمكن. ايوه يا احمد العيسى، المخرج يتحمل المسؤوليه، المنتج يتحمل المسؤوليه، لكن الله غير الضاق، لكن يجي يحمل لك فوق الحكومه والشعب، يدخلهم. يا حنين، يمكن العتيبي ولا المنتج ولا المخرج حقهم الفوفله راحت من واحد يمني حامين فوقه. الله لا حملني، كل شيء جايز. امين ناجي، اني سليطه لصيط سليطه، عرفت شو انطق الكلمه؟ اني سليطه شو تذكر الكلمه علقت ب يسمونا قولوا معي، سليطة ولا لصيطة ولا ايش؟ اني لصيطة اللسان للناس اللي زيك. ايش قول لي؟ جاي هادرني باللغة العربية الحمار ده. الفنان باللغة العربية معناته حمار. اني لصيطة، ما ادري سليطة اللسان، انت ايش عليك فيبي؟ حسن الشلاليف. والله العظيم. قرحوا له الفوفله. ها يا كمال حبيبي، يعني فدالك خاف ممكن كنبع، ولما تكنبع بعدين كل شيء خاف يمكن قام يحميلك. قول لك خلني اسب لاصحاب ابو يم يم. بليطه اللسان يا ابتسامه فدالك. ايوه انا بليطه، انت ايش عليك مني؟ لا لا لا، ايش حالي ولا مالح؟ الله لا حملني، كل شيء قايس. سليطة لما تقولوا سليطة يذكرني بالسليط اللي كان تمرق حق الراس. ايوه يا محمد، اكيد دقوا له البانكا، لما البانكا دقوه رجعت عوق البانكا حقه مسكين. البانكا حقه رجعت عوقه، قال خلينا اسب لهم عشان احرقهم. والله يا أخي، واحد قال الموضوع أكبر من كده، كيف النقابة سمحت بهذا الشيء في وقت حرق زي كده؟ لا، الموضوع مش خاص بالمخرج والمنتج بس. والله أني شوف بقول لك شيء، can you stop؟ أني شوف بعطيك شيء، لو شخص يشتي يأدي كحكومة، خلينا نقول مثلا الحكومة، ها لو الحكومة تشتي دي تأدي أو تطلع شيء، ما بتعمل هذه، ما بتقيش كده عيني عينك تطلعه. يا اخي ربنا عرفناهوش، لكن نحن ما شفناهوش لكن عرفناه بالعقل. طبعا باي حاجه بفعلوها من تحت تحت، لكن ما بيجيش كده عيني عينك، فهمتني؟ اما على النقابه، انا ما ادريش النقابه كيف وضعكم انتم، اسلوبكم بالنقابات حق اليمن، لكن اقصد في النقابات حق العرب، يعني كيف حقهم يطلعوا المسلسل، ما اعرف كيف وضعهم. لكن المؤلف
المؤلف والمخرج، والمؤلف والمخرج والممثل ده شكل البنكة حقهم اعتوجت مساكين الله كمان يعرفكم. ابو يام يام لقاسم السعودي يقول لي سويتوا بهم اصحاب مقلب، سمعت ان العتيبي راح عندكم ايش بي؟ قالت الحكومة لما تشتي تصب فين؟ قالت الحكومة لما تشتي تصب الشعب تصب، لما تشتي تصب الشعب ما تصب، هي تخلي اللي تحتهم يصبوا ويعملوا نفسهم متفاجئين. يا حنان مش بالاسلوب ده، مش بالاسلوب ده. لا تنسيش ان العتيبي كان هربان من على قولتهم، والله اعلم اللي اني قرأته في الاخبار انه كان هربان في مأرب، فمستحيل الحكومة السعودية ما له دخل بالموضوع ولا الشعب السعودي له دخل بالموضوع ابدا. المخرج والمنتج هم اللي يتحملوا المسؤولية لانهم هم انتجوا واخرجوا، والمؤلف اللي ألفوا اكيد المؤلف شكله قرعوا له البانكة حقه ولا الفوفلة حقه، قام حما فوق اليمنيين. فقدتلك يا زهرة اني في ذلك. ايوه ايوه يا ابو وسام اكيد حد ضرب لهم الدفريشن كنبعوا هم ودنك دقوا الكامبا، والله لا حملني عشان كده هم حامين الحمد لله. سامي حبيبي يا شوفوا يا جماعة، لو نفس في واحد قال شوفي الحكومة ال هي فين دخلنا طار ال أنشي أدور له فين راح. قال شوفي الحكومة لما الحكومة لما تشي تصب، لا مش هذا، مش هذا الثاني دقيقة بشوف في واحد قال شيء. ضاعت الكلام، هيا ها عيد الكتابة مرة تانية. شوفوا البنكة هي المروحة. شوفوا بقول لكم حاجة، إذا كان شوفوا شو الحق ولا ابن عمه، إذا كان حسب ما قال هذا الشخص إن الحكومة معكم تخليهم يفعلوا كده ويعملوا منهم، أنتوا كمان يا جماعة نفدالكم تسبوا طريق على السعودية عيب، يعني شو الحق ولا ابن عمه؟ قولوا لي شو الصراحة ولا ابن، أنا مش إني واقفة، أنا ماني أقول بكلمة الحق لأني باليوم من الأيام بتحاسب عليها. الحق يقال، انتوا كمان تسبسبوا طريق على السعودية بالإمارات، رغم أني أنا أقول لكم لا تكونوا تسووا كده لأنه أنا مش مقتنعة بهذا المبدأ. فلو صاروا لو هم جابوا كمان ناس سبسبوا كمان انتوا نفس الشيء، لو في ناس يسووا نفس الأسلوب حقكم. قلت لي شوفي حكومة حنان قالت حكومة، قلت لك شوفي حكومة تخلي المرزوقي وضاحي يسبون كيف يكتبوا كما القمل، ما قدرش أقرأ الكلام طار. ايش ده؟ ها شوفي قوي حكومة الإمارات المرزوقي وضاحي يسبوا، قالت تخلي المرزوقي المرزوقي والطاهر يسبوا وهم طارت مرة تانية. ها كل ما حس قلت لك شوفي قدرت اشوفها تطير مني. ها حصلتي شوفي قالت حنان شوفي حكومة الإمارات تخلي المرزوقي وضاحي يتطاولوا على اليمن وهم ساكتين، وهدول نفس الشيء قد حفظناهم. والله يا حنين انتو كمان انجينا كلمة الحق، كمان كثير من السوشيال ميديا اللي موجودين يسبون السعودية والإمارات، حرام الكذب. يعني معناته خلاص لو قلنا هنشين كلام، أنا مش إني أدافع على حد، أنا مش واقفة مع أي حد، فهمتوا؟ بس الحق يقال. تمام، فخلينا احنا نكون حقانين من هذه الناحية، لكن احنا ما لنا دخل بدل المواضيع. يعني الموضوع ده اللي قرره الفوفلة حقه وقال اسحامي على بنات اليمن، ايش دخلك يا ولدي؟ هذا الاسلوب دقيقة بقرأ يا
ما في شيء يعرض إلا بعد السماح من قبل وزارة الإعلام. إذن يا عبد الفتاح المريسي، وزارة الإعلام تتحاسب ليش قبلت بهذا الشيء؟ يس هاند هاند اوفر. ابو رامي العكيمي الله اكبر، حتى على حب الناس شي تغير. لا حول الله يا ربي يا حول الله. المهم يا جماعة، أنا نصيحتي وأني دخلت لايف لأني عرف أنه دحين بتطلع الكلام بيقولوا حكومة ومكومة ومدريش إيش. رجاء لو تشتوا تحاسبوا طب ودوا قضاء، روحوا ودوا الناس الذي سووا هذا الشيء. ورجاء العنف مش كويس لما تشي تتحاسبوا مع الشخص قضائيا لانه غلط على بنات اليمن، فهمتوا؟ لكن رجاء لا يكون في مضرابه ولا تعملوا نفوسكم عن ترب شداد لو سمحتوا، لانه بالنهايه اي خطوه بتخطوها بتندموا انتوا عليها. ستوب. تعال جودي. اوكي تمام. اسمعي الفرقة اللي انتي اشتي لك زوج. اوه شكلك انت اللي اشتي لك الا واحد دق لك البنك حقك، عشان كده قاعد تتكلم دور على زوج صح؟ هلا حملني. بخير يا ابو ياسر. واحد قال جابر بالناقي معنا وزير. يا اخي حرام حرام يا قلبي، نحن لو سبينا عليهم طارت الكلمة. لما اشتي اشوفه اعود بالله. اصبري 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 يا قلبي، نحن لو سبيناهم عليه على الاقل ما فيش معنا غير الاسلوب، غير هذا الاسلوب يا اختي. هذول الناس معتدين علينا، ايش معنا؟